نحن الآن داخل معبر الغزاوية المتاخم مباشرة لمنطقة دارة عزة الواقع في ناحية جنديرس، الذي تمكن فصائل الجيش الحر من السيطرة عليه بعد مواجهات مع الوحدات الكردية التي كانت تسيطر على هذا المعبر. طبعا هذا المعبر هو من المعابر الهامة جدا في منطقة عفرين، الذي هو يعني صلة وصل ما بين مناطق ريف حلب الغربي وتحديدا منطقة دارة عزة إلى المناطق التي كانت تسيطر عليها الوحدات الكردية في منطقة عفرين وتحديدا منطقة الغزاوية. بعد اطباق السيطرة على منطقة الإسكان ومعسكرها، تم التخطيط من أبطال فيلق الشام لاقتحام منطقة الشادر ومنطقة العزاوي ومبرها الأساسي، وبالفعل تم اقتحام الثلاث مناطق والسيطرة عليها وطرد الأحزاب الانفصالية منها. وهنا نقف الآن في منطقة معبر الغزاوي الذي يفصل منطقة ريف حلب الغربي عن منطقة عفرين، وبكون وبالسيطرة هذا المعبر نكون قطعنا شوطا كبيرا في معركة غصن الزيتون. تتسارع وتيرة تقدم الجيش الحر ضمن عمليات غصن الزيتون على محور ناحية جنديرس جنوب غرب عفرين، حيث تمكن الجيش الحر من فرض سيطرته على بلدتي الغزاوية وشادر، بالإضافة لمعبر الغزاوية ومعسكرها. عمار جابر، أورينت نيوز، من منطقة ناحية جنديرس.